سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة. أهلا بكم ونستهلها بالعناوين. توسع وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا وسط إقبال كبير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية على الفضاءات الجوارية المستحدثة عبر الوطن. انطلاق أولى المكاتب المتنقلة نحو المناطق النائية بتندوف وتمنراس تحسبا لعملية تصويت البدو الرحل. وفي اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية، المترشحون يكثفون من نشاطاتهم لاستقطاب الناخبين. بعد ترسيمه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اعتماد 7 جوان يوما وطنيا للكتاب والمكتبة تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق للأجيال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين وإصابة 5 من عناصر الشرطة. وإذ تتقدم الجزائر بصادق عبارات التعازي والمواساة لليبيا الشقيقة حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تجدد الجزائر وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد دعمها اللامشروط للسلطات الليبية في جهودها الدؤوبة من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع البلاد. تنفيذا لتعليمات السلطات العليا بالبلاد القاضية بضرورة تكثيف عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، انطلقت عبر الوطن عملية توسيع وتكثيف حملة التلقيح الوطنية باستحداث فضاءات جوارية لفائدة المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح. المزيد مع أسامة دحمون الذي ينقل لنا أجواء العملية من ساحة كيتاني بباب الواد بالعاصمة. بساحة الكيتاني بالعاصمة يتواصل استقبال المواطنين الذين قدموا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذين استحسنوا الأجواء التي تسير فيها العملية. سمعت بهاد لاكومبان دو فاكسيناسيون هنا في باب الواد، فرحت الحق تاع ربي تساعدني بزاف. درك هادو يعني كالي يخاف كالي ما يخاف، شو هي ما فيها والو يعني. تأطير وتنظيم محكمان لاستقبال الأعداد التي تنقلت بكثرة من شتى الفئات العمرية، فالمسجل هذه المرة إقبال لافت للشباب. من البارح للآن كاين فئات كبيرة من الشباب ما بين 25 سنة فما فوق. مقارنة بالبارحة كان البارح كان إقبال كبير، يوم إقبال جد وكبير. العدد ضاعف. حملة التلقيح مستمرة بهذا الفضاء المفتوح منذ الساعات الأولى للصباح إلى غاية 6 من مساء كل يوم، والهدف تلقيح أكبر عدد من المواطنين لتحقيق مناعة جماعية. كما جرت اليوم بساحة الحرية وسط مدينة البوليدة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة المواطنين. العملية تبع تفاصيلها عبد الله سبع رقود نتابع. سي كين بون انيسياتيف، ماذا بينا كاع الناس تجي دير الفاكسان تاعها. الاولى كنت عندي بروبليم كارديو والحمد لله سايتي بيان باسي، ما كان حتى مشكل. كسر حير الدوله تداوينا باطل، الله يعطيها الخير والخير. وماذا بينا كاع المواطنين كاع يجيو يديروه، كاع رانا معنيين. العمليه لقت استحسانا لدى الجميع من مختلف الاعمار، غايتهم اكتساب مناعه فرديه تمهيدا لمجتمع محصن ضد كوفيد 19. train d'enregistrer les patients qui viennent pour être vaccinés. Donc عندنا كيما راك تشوف هنا le nom prénom. عندنا la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de la première injection. ونشوفوا surtout اللي عندهم لي مالادي كرونيك، هما اللي يكونوا في الواجهة، هما الاولين اللي لازم لهم يديروا لو فاكسان باش يحميهم. و
بليس تو الموند، يعني احنا هنايا لحمايه كامل المواطنين. المواطن يجي مباشره بلا ما يجوز على الارضيه الرقميه اللي كانوا ممكن ينتظروا باش نعيطوا لهم يجوا مباشره، اللي يروح للعياده المتعلقه بالخدمات يروح. ما يفوق 400 مواطن تلقوا الجرعه الاولى من اللقاح ضد كورونا خلال هذا اليوم، والعملية لا تزال مستمرة إلى غاية الوصول إلى اكتساب مناعة جماعية ضد الوباء. وبعنبة حضور معتبر للمواطنين من أجل تلقي اللقاح، حيث خصصت مديرية الصحة فضاءات مفتوحة لإنجاح العملية. المتابعة لحسن متطلع. في ظروف تنظيمية محكمة انطلقت عملية التلقيح في هذا الفضاء المفتوح وسط مدينة عنابة. العملية لقت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين. جيت باش نحافظ على وش اسمه على عليا وعلى الناس. ظروف الاستقبال يعني روعة، والله روعة على كيف خلاص، وحتى الباكسان يعني ما كان والو مسحنا بحد شيء طاب جيش خارج على كيف والله سلام بليزير. لا لاباس معدولة، قاعدين يخدموا في خدمتهم، لا ما شاء الله فرحين بينا لاباس علينا. الحمد لله صافا، نستنى في الطبيبه باش دير لي الفاكسين، هم نستناو. المخيم الطبي سخرت له امكانيات ماديه وبشريه كبيرتين. النهار الاول يعني من هذه العمليه كان فيه اقبال كبير، راح يكون فيه اقبال اخر. هنا يعني ما دام يعني التقاح يعني متوفر، احنا راح نعمل يعني بكل ما في وسعنا باش يعني نوصلوا يعني المستوى يعني اللي يمكننا يعني ان شاء الله باش ليميتي هذه الكوليكتيف نتاع المواطنين. نشير الى ان مديريه الصحه لولايه عنابه سخرت مرافق صحيه اخرى على مستوى كل بلديات ولايه عنابه. ومن الشرق إلى الغرب، وبولاية وهران تم فتح فضاء جديد بحي المدينة الجديدة بعد تهيئته لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح مع تسخير كل الإمكانات اللازمة لسير العملية. وتفاصيل العملية مع طاهر بالعيدوني. عملية التلقيح هذه تفاعل معها المواطنون من خلال توجههم نحو هذا الفضاء المفتوح بساحة الطحطاحة بالمدينة الجديدة وسط مدينة وهران. ومن هذا الباب ندعي الشعب الجزائري أنه يروح يلقح باش نقص من نسبة الخطورة على الوباء للشعب. البارح دارونا الفاكسان والحمد لله يا ربي. سيفري في الليل جاتنا شوية حمى، جاتنا شوية لزيفي سيكوندار، بصح الصباح دوشنا تقهوينا عادي الحمد لله يا ربي. إن شاء الله دولتنا تكون شابة منورة إن شاء الله، هذه نقولوها احنا. الطواقم الطبية وبإشراف إطارات مديرية الصحة ورؤساء المصالح يعملون وبكل دقة بسؤال القادم لتلقي اللقاح عن أحواله الصحية العامة. العملية اللي كان قررها سيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العملية هذه هي اللي راح تسمح لنا باش نخرجوا من المستوصفات نتاعنا والمراكز نتاعنا اللي عندنا، يعني باش نتقربوا للمواطنين في الأحياء الشعبية كما اليوم. وهذا الشيء هذا راح يسمح لنا أولا وقبل كل شيء باش نديروا هذاك التحسيس البراغماتي، يعني التحسيس للناس، الإنسان يجي يشوف هنا الفاكسان يشوف كل شيء. وثانيا الشيء هذا راح يسمح لنا باش يعني يتم الاستقطاب نتاع عدد هائل من يعني المواطنين والمواطنات. للإشارة العملية تبدأ كل يوم ابتداء من 9 صباحا. وقبل تتمة النشرة يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. نستكمل أوراق نشرتنا. وصحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 325 إصابة جديدة بالفيروس وتسع وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 215 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. صحيا دائما. أشرف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بمقر الوزارة على يوم دراسي للمصادقة على شبكة التكفل بالاستعجالات على مستوى العاصمة. المزيد مع وهبة. هو توفير شبكة التكفل بالاستعجالات الطبية الجراحية أصبح ضرورة ملحة في ظل التوافد الكبير على المصالح الاستعجالية. تم الشروع في إعادة تأهيل مصالح الاستعجالات مع تطوير وتنظيم مختلف مستويات التكفل متوفرة لديها، بدءا بتوحيد تنظيم عيادات مرجعية لتحسين التكفل بالمواطنين. خبراء الصحة وخلال هذا اللقاء العلمي أكدوا ضرورة إنشاء شبكات التكفل الهرمي بالاستعجالات. الشيء المهم أنه لإنجاح هذه الاستراتيجيات، نتكلم على المرأة الحامل، نتكلم على السرطان، ونتكلم على الاستعجالات الطبية الجراحية، هذا ما يقدر يكون إلا بعد القضاء نهائياً على الفيروس كورونا في الجزائر. كان واجب علينا نديروا شبكة، هذه الشبكة تكون تنظيم هذه الشبكة باش المريض كي يدخل الاستعجالات يكون عنده التكفل الصحيح ولو بلو رابيد، يعني في ظرف قياسي. ولضمان نجاح هذه الشبكة وجب إشراك كافة الفاعلين في الصحة العمومية. تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم السبت 12 جوان الجاري والتي ستنطلق يوم 10 جوان بالنسبة للبدو الرحل، أعطيت اليوم من ولاية تمرست إشارة انطلاق قافلة تضم المكاتب المتنقلة المخصصة للاقتراع، وذلك بإشراف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتابعة لربح مداوي. الصور لآخر الاستعدادات بمقر مندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتزروك، التأكد من الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية وحضور المؤطرين والمراقبين قبل انطلاق القافلة نحو المكاتب المتنقلة لأبعد نقطة حدودية بترب الولاية نحو تيرين.
نلحقوا نهار ثلاثة ونهار الأربعة إن شاء الله صباح نبدأه. نتمنى من البدء والروحة إن شاء الله ستكون انطلاقة ببداية موفقة إن شاء الله. لازم أنك تلك تننا وباش أنك تغرى عشان أساس نكا السحرة دين دورين أحسن ورين. تمكين البدو الرحل والمناطق النائية من واجبها الانتخابي في اقتراع يقدم ب 72 ساعة في مكتبين متنقلين، مكتب تبركانين ومكتب إتوكلان ترابين. وهذه المكتبين يجوبان إقليم البلدية على مسافة أزيد من 1400 كيلومتر ذهابا وإيابا، حتى حدود الجنوبية بحاسيتي غيرين، وبتعداد ناخبيه يقدر ب 2817 ناخب. قافلة بعشر سيارات رباعية الدفع بكل المستلزمات اللوجستية بما فيها الوسائل الواقية من الجائحة حماية للناخبين والمؤطرين يوم الاقتراع. وبولاية تندوف انطلقت قوافل المكاتب المتنقلة للبدو الرحل، حيث توجهت القافلة الأولى إلى منطقة شناشن وضواحيها. عمار تواجين والتفاصيل. أعطيت إشارة انطلاق قافلة المكاتب المتنقلة للبدو الرحل بتندوف وسط ظروف تنظيمية محكمة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالبروتوكول الصحي. تتوجه هذه القافلة إلى منطقة شنيشان وضواحيها بتعداد هيئة انتخابية قدرت ب 1870 ناخبا. هو المكتب ينطلق اليوم مكتب شناشن. مكتب شناشن يبعد مكتب منطقه بعيده جدا حوالي 800 كيل، وانطلقت العمليه اليوم الحمد لله وبنجاح. البروتوكول الصحي اموره كلها متوفره والاحترام البروتوكول الصحي موجود، ونحن ان شاء الله نتمنى يعني العمليه راهي ماشيه على احسن ما يرام. عندنا المناطق اللي تمروا بها شناشن ونواحيها، يولوا العوده ان شاء الله الى الولايه يوم 12 ان شاء الله. بينما تم ضبط كل الفرق الطبية المرافقة للعملية مع الالتزام بالبروتوكول الصحي. تم توفير كل اللوازم من أقنعة واقية ومحلول كحولي وجهزة قياس الحرارة، مع إعطاء نصائح طبية فيما يخص التباعد الجسدي وفيما يخص تعقيم السيالة المستعملة أثناء الانتخاب. لتحصي السلطة المستقلة 10 مكاتب متنقلة عبر تراب بلديتي أم العسل وتندوف. هذا وتدرك الحملة الانتخابية يومها ما قبل الأخير وسط تكثيف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، ويتنافس المترشحون في الحملة الانتخابية على 407 مقاعد نيابية ستشكل بنية المؤسسة التشريعية الجديدة لتمثيل 58 ولاية. رامي عامر يفصل في هذا العرض. تجرى الانتخابات التشريعية هذه المرة في ظل تقسيم إداري انتقلت فيه 10 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية، وبذلك تحصي البلاد 58 ولاية. تتمتع كل من الولايات المستحدثة بثلاث مقاعد نيابية في دائرتها الانتخابية بمجموع 30 مقعدا نيابيا جديدا يضاف للتمثيل البرلماني في المجلس الشعبي الوطني، رقم لا يستهان به في الحملة الانتخابية. من منظور آخر كذلك، هذه المقاعد عدت مكسبا هاما لسكان هذه الولايات الجديدة لما يتيحه من إمكانات لدفع عجلة التنمية واختصار الكثير من المراحل من خلال طرح الانشغالات وعرض القدرات الاستثمارية في هذه الولايات، فضلا عن نقل مباشر لمطالب الساكنة عبر منتخبيهم. بهذا يصبح مجموع المقاعد النيابية في الغرفة السفلى للبرلمان 407 مقاعد من خلال الأمر الرئاسي الصادر في 10 مارس، والذي يبين الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. الجديد المتعلق بتشكيلة المقاعد النيابية تم رفع فيه تعداد النسمة المشروط مقابل المقعد النيابي من 80,000 نسمة إلى 120,000 نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60,000 نسمة. أما الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200,000 نسمة فقد حددت لها 3 مقاعد نيابية. المنافسة ما بين المترشحين عبر مختلف ربوع الوطن كشفت عن برامج عدة ورؤى مختلفة قدمت وطرحت بين يدي المواطن الذي بيده سلطة التقدير والاختيار والقرار في رسم تشكيلة المؤسسة التشريعية القادمة.
بعد إعادة بعث تجارة المقايضة مع دول الجوار، تشهد ولاية برج باجي مختار حركة دؤوبا لسائقي الشاحنات الذين يتطلعون إلى برلمان جديد في مشروع في مستوى أمالهم وتطلعاتهم. المزيد مع وهبة مسوج. بعد رحلة طويلة وشاقة عبر صحراء تنزروفت، يقضي هؤلاء السائقون ليلتهم هنا ببرج باجي مختار لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة الطريق نحو مالي. ساق عبر الحدود، نروح للنيجر ولا مالي، كيف خدمتنا دي، تصدر التمور تاع الطرق، تصدير استيراد. البرلمان نطلبوا منه يوصل لنا الأصوات ويوصل لنا واش رانا نعانوا بنفس الصورة هذه، يوصل لنا أصوات نباغين الطريق تخدم. 800 كيلو نضربوها في 3 أيام 4 أيام هذه بلا لومبانة، كشوافرة في الميدان هذا ضموندو على الطريق. نقولوا ليهم هادو اللي راهم ينتخبوا يشوفوا البلاد، يجي يشوف للناس كاين هذا ساكن، هذه أرملة، هذا ما عندوش. المنتخبون ماذا بهم يقوموا بالواجب الوطني نتاعهم ويقومون بالطريق، الطريق الطريق ثم الطريق بين الرجال وبرج باجي مختار. ولاية برج باجي مختار بدأت تجني ثمار سياسة إعادة الحياة لتجارة المقايضة منذ أكتوبر الماضي. تصدير مادة التمر كانت ب 1803.2 طن من التمر، ومادة الصابون 9.6 طن، هذا في إطار تجارة المقايضة. كما يتم استيراد 424 طن من الشاي وكذا المشية الحية من الأبقار والأغنام والإبل. يبقى الأمل في جزائر الغد كبيرا لدى هؤلاء السائقين لوضع حد لمعاناة سببها طريق أزهقت أرواحا كثيرة. خلال إشرافها على افتتاح الأيام الوطنية للكتاب بالمكتبة الوطنية بالحمة، أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة اعتماد 7 جوان يوما وطنيا للكتاب والمكتبة بعد ترسيمه من قبل السيد رئيس الجمهورية، تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق للأجيال. هذا وكشفت مليكة بن دودة بالمناسبة عن مشروع قانون جديد قيد الدراسة سيسمح بضبط وتنظيم سوق الكتاب. نحن نرسم بقرار من السيد رئيس الجمهورية 7 جوان كيوم وطني للكتاب والمكتبة، تحييه الجزائر في كل سنة وتكرس عبره مكانة المعرفة والثقافة في الفضاء العمومي. فاسمحوا لي أن أفتتح موعدنا الكتابي هذا بالمباركة لكم ولي ولنا جميعا هذا المكسب الذي هو قيمة مضافة من الحكمة في عالمنا المغمور بالصخب. إن قطاعنا الوزاري ركز على الكتاب في الفترة الأخيرة وسعينا إلى إعادة ترتيبه ضمن سلم الأولويات، ولعل المبادرة والتعجيل بإجراءات تطبيق النصوص أو وضع النصوص التطبيقية لقانون الكتاب خطوة مهمة نحو ضبط عالم الكتاب. هذا وأحيت اليوم جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ذكرى 59 لجريمة حرق المكتبة الجامعية والتي ارتكبتها المنظمة السرية للجيش الفرنسي، مخلفة إتلاف إرث علمي ومعرفي ضخم من الكتب والمخطوطات القيمة والنادرة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم خلال حفل تتويج الفائزين في النسخة الأولى للمسابقة القارية لتحدي الابتكار بجامعة عموم إفريقيا المنظم عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد دعم الجزائر الدائم لجامعة عموم إفريقيا والتي تحتضن الجزائر أحد معاهدها 4 لعلوم الماء والطاقة والتغير المناخي بجامعة أبو بكر بالقايد بتلمسان المتوج بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة. وحضر حفل التتويج وزراء كل من الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي والطاقة المتجددة والموارد المائية. نور دحماني والمزيد.
مشروع فريق سوكول للمعهد الإفريقي لعلوم الطاقة والمياه بتلمسان يتوج بالجائزة الأولى للمسابقة القارية لتحدي الابتكار بجامعة عموم إفريقيا من ضمن 47 مشروعا مشاركا. الحدث هو منظم من قبل الاتحاد الإفريقي والجامعة الإفريقية لمنح شهادة امتياز لثلاث طلبة الذين شاركوا في مسابقة جهوية حول المياه والطاقة. فريق بحث تكون من عدة طلبة إفريقيين. أثمن دعم الجزائر للطلبة الأفارقة المقيمين بها واحتضانها لهذه الطبعة. وأعبر عن سعادتي باستضافة بلدي الجزائر للنسخة الأولى من المسابقة القارية لتحدي الابتكار بجامعة عموم إفريقيا يونيفرسيتي بانافريكان، كما أني سعيد بتجديد بلدي دعمها الدائم لجامعة عموم إفريقيا المشروع الرائد للاتحاد الإفريقي. هذا وعدت المرتبة الثانية لمعهد الجامعة الإفريقية بنيجيريا، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب معهد كينيا. أشرف اليوم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على لقاء خصيص لمناقشة تحسين البرامج التكوينية في تخصصات العلوم وتقنيات النشاطات البدنية وتطويرها في مؤسسات التعليم والإقامة الجامعية. اللقاء يأتي بعد سلسلة من جلسات الأفواج العمل المشتركة والتي عملت على إعداد برنامج وطني يتضمن عدة محاور، منها محور التكوين ومحور الجمعيات ومحور الاستغلال المشترك للهياكل، وكذا محور تعميم وتكتيف أنشطة وبرامج ترقية الممارسة والمنافسة الرياضية في الوسط الجامعي. مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالاتحادية الوطنية للرياضة الجامعية وإعادة إحياء الرابطات المنضوية تحت لوائها وتشجيع إنشاء الجمعيات الرياضية الجامعية. في إطار مشاركتها بالعاصمة المجرية بودابست في أشغال الجمعية العامة للاتحاد الدولي المنعقدة على هامش البطولة العالمية للجودو، أدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري زيارة تشجيعية لعناصر النخبة الوطنية للمصارعة الذين يزاولون تربصا تحضيريا بالمجر تحسبا للألعاب الأولمبية بطوكيو. تم اليوم بالعاصمة إطلاق المنصة المينائية للتبادل الرقمي للمعطيات بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل سليم جعلال والمدير العام لمجمع الخدمات المينائية عاشور جلول. المنصة تسمح بربط ممثلي سلسلة اللوجستيات الموانئ من خلال تبادل البيانات المتعلقة بالمعاملات التجارية. أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بخصوص وفاة الشاب أسامة بن ناني في حادث المرور الذي وقع في الرابع جوان الجاري أنه سيتم توضيح كل المعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها، حيث تم توقيف الجاني مباشرة بعد أن لاذ بالفرار، كما تم إجراء كل التحاليل البيولوجية التي كانت سلبية فيما تمت حالته على قسم الجناح وإيداعه الحبس الاحتياطي. أحادث مرور على مستوى الطريق السريع الجنوبي إثر اصطدام سيارة بالضحية بناني مراد أسامة، مما أدى إلى وفاته بعين المكان. أسدينا تعليمات بفتح تحقيق في القضية، أمرنا بعرض المعني للفحوصات والتحاليل الطبية أين جاءت نتائج الخبرة سلبية. السيد قاضي الجنح أمر بتأجيل القضية بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت. دوليا الآن وفي ملف الصحراء الغربية، وجهت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم 5 ضربات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار الرملي الفاصل، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 208 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وفي مالي أدى العقيد سيمي غويتا اليوم اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في البلاد، وتعهد الرئيس الانتقالي الجديد بحماية النظام الديمقراطي وضمان الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني. هذا فيما تم الثلاثاء المنصرم تعيين شوغويل كوكالا مايغا من تجمع القوى الوطنية المعارضة رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية في مالي. وفي فلسطين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 17 فلسطينيا بالضفة الغربية ومدينة القدس، فيما أصيب آخرون بينهم صحفية الليلة الماضية إثر قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مؤتمر صحفي عقده أهالي حي الشيخ الجراح وسط القدس المحتلة. ونختم بالرياضة، وضمن المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني لكرة القدم تحسبا للمنافسات الرسمية القادمة، فاز محاربو الصحراء سهرة أمس وديا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على المنتخب المالي بنتيجة هدف مقابل صفر. وليد غريبية والتفاصيل. الوديات والرس والرسميات بالنسبة بعد الفوز الكبير برباعية في أولى المباريات التحضيرية أمام موريتانيا، المحطة الثانية كانت النسور المالية، منافس لطالما خلق الصعوبات للمنتخب الجزائري ولم يخرج هذه المرة عن القاعدة، خاصة في شوط أول فرض فيه ضغطا رهيبا حال دون صناعة اللعب من قبل العناصر الوطنية. في الشوط الأول وجدنا صعوبات، هشام وحتى رامز وجدا صعوبات للدخول في اللعب لأن ضغط المنافس كان قويا، تركوا مساحات قليلة، حتى أنا من خارج الميدان لاحظت ذلك، حاولنا المناورة لكن ذلك كان صعبا جدا، حاولنا القيام ببعض المحاولات التي عملنا عليها قبل المباراة وكانوا شرسين بأتم معنى الكلمة وفرضوا ضغطا رهيبا في محور اللعب. الشوط الثاني عرف استفاقة الخضر خاصة بعد التغييرات التي أجراها المدرب جمال بالماضي، مما أثمر افتتاح مجال التهديف بعد 11 دقيقة بهدف القائد رياض محرز الذي حرر الرفقاء. لم نؤدي بضرورة مباراة كبيرة اليوم، لكن ما علينا استخلاصه هو أننا كنا جيدين في الدفاع، لم نتلقى أهدافا، وبالتالي مباراة أخرى دون تلقي أهداف ومباراة أخرى دون هزيمة. فوز صعب لكنه هام، يبلغ به المنتخب الجزائري مباراته 26 دون خسارة، معدلا الرقم القياسي الإفريقي قبل الدربي المغاربي أمام تونس آخر المحطات التحضيرية قبل انطلاق مشوار التصفيات لمونديال قطر. رياض محرز الذي شجر. ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني. نهاية النشرة وتابعتم فيها. توسيع وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا وسط إقبال كبير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية على الفضاءات الجوارية المستحدثة عبر الوطن. انطلاق أولى المكاتب المتنقلة نحو المناطق النائية بتندوف وتمراس تحسبا لعمليات تصويت البدو الرحل. وفي اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية المترشحون يكثفون من نشاطاتهم لاستقطاب الناخبين. بعد ترسيمه من قبل السيد رئيس الجمهورية اعتماد 7 جوان يوما وطنيا للكتاب والمكتبة تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة وروافدهما في بناء أفق مشرق للأجيال. عقب النشرة يلقاكم الزميل بدر الدين عباسي في نشرة التشريعيات. شكرا لكم على المتابعة، تبقى عناويننا الإلكترونية في خدمتكم. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله.